عم الحقني الفرح هيضيع مني. هعزف لكم شويه. يلا اتفضل. يلا هو انا بس عملت هتروح فين يا فندم؟ هعزف يا بيه. تعزف انت؟ تعرف تعزف؟ لا انت اللي بتعرف. يا انا بعرف اعزف. انت بتدوس على الازرار والبيانو بيشتغل لوحده. انت هتشتغلنا؟ انت مش هتعرف تعمل اللي انا بعمله يا عم اتنايل. انت اخرك تعزف مع مجدي شطه وحمو بيكا والاشكال دي وسيبني بقى. انت مش هتعرف تعزف مع الناس دي اصلا. هتشوفوا عمر خريط دلوقتي. عمر خريط واقف على الجهاز. طب يلا يلا. مين عمر خريط اصلا؟ انت هتعرف الا مجدي شطه. انت مش هتعرف غير مجدي شطه. جاهز يعني؟ يلا يلا, يلا يا شيخ. عايزينه يعزف؟ حد عايزه يعزف؟ طب نسمع له سقفه كده. عمر خريط يلا ولع الدنيا. جمهورك يا فندم. يلا يا حاج شغل. يا سلام. ايه ما ينفعش. ما ينفعش. افيك الله. انت نهيت. ايه دي ما تزعببش. ما تزعببش. ايه ماشي خلاص اهو انا همشي اهو. يلا ما تقلقش. يلا يا جماعه يا جماعه اقسم بالله انا عندي بلوى. حاضر حاضر. العروسه حامل. ما تقولش لحد مش حامل. انا مش فاهم في ايه. انا مش فاهم. ما تقلقش يا بيه. يلا يا يلا يا فندم بقى. يلا مع اني كنت اخش على ياسر عبد الرحمن وكنت لا لا سيب الناس المحترمه في حالها. ابو تسيري يلا اتفضل. انا موزق لوحدي. معلش ما انا جنبك اهو. يلا طب يلا بينا يا بيه عشان الفرح يا بيه. يلا بتنطيط يا بيه. تنطيط. اتعلمنا من الجمل الصبر واتعلمنا من الفيل التقل واتعلمنا من القرد الشقلبه وفرحنا هيولع دلوقتي. لو في طفل بيعرف يرقص يجي لي. هي خلاص خلصت بقى. هي خلصت. تعالى تعالى. لا يا فندم انا سيبني بقى. هي خلاص بقى كده. تعالى اللي بيعرف يرقص اديله هديه من عندي. ايه ده؟ ايه ده؟ ثواني 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 ثواني. خد يا انت لابس بامبرز ولا لابس بامبرز؟ يعني تمام ماشي. طب يلا جاهزين. احسن واحد هديله هديه. طنطي صغري. طنطي ايوه صغري. طنطي صغري. صغري ثواني يا بيه. ثواني يا بيه. ثواني يا بيه. معانا حلقه انسانيه هنا. ايه في حاجه مضايقاك؟ في حاجه مضايقاك؟ ايه يا هيما؟ ده فرح مش احنا مش في صباح الخير. طب ارجع ارجع. يلا احسن واحد. يلا ركز عشان قد هدايا. يلا طنطي صغري. طب انت شايف حاجة احنا مش شايفينها؟ ابوك فين طيب؟ ابوك فين؟ ايه طيب؟ في ايه؟
ها يلا طنطي صبري.